ندير العمليه خصك تمشي واحد مده او تقول لي المقابل مقابل. والان انا معطيات كبيره بصراحه اخرى مازال الناس على العمل القيصري للتقييم الفراعنه مازال على تيموتو على كروزو. وحنا وقفنا على مجموعه من الحالات بمجموعه من الحالات صحيحه جايه من الجبال جات مسكينه هنا وتوفات. واش خطبت بين واش لا مبالاه واش لا لا يعني القول ان القول الوطني ما مش خصك تشوف محاكم لان ما كيبسا الناس يقول لك خصني ناخذ على رجل الدور وتكون تفنى. لهذا فالوضع الصحي في اقليم دردان وضع دون المستوى دون المستوى ولا يرقى انه باش يهضر مستعد المواطنين كما قلت راه اللي بقى تيمشي للمستشفى هما الناس الفقراء والناس اللي عندهم بطاقة الرامي. والله شي واحد موظف اللي عنده التخصيص الصحي ما يمشيش لحدا ما يمشيش لحدا يعني ما يقدروا يسميو هذا مستشفى ماشي عمومي يعني نسميو شي سلسلية أخرى. لهذا فحنا كمنتخبين خصنا نقولوا هذا الشيء كنقولوا عندنا الأدلة عندنا مجموعة من التقارب مجموعة من الوقفات مجموعة أنه الصحة في تردد يعني يعني غادي في تدهور وهذا الشيء تأثر على 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 الناس. فحتى المستوصفات اللي كانت مغلوقة تجد أنها أصبحت مفتوحة ما تخدمش أسبوعيا يعني. تخدم نهار تبقى تخدم أسبوع والإنسان يقدر يمشي في المعلومات ما يبقاش ما يبقاش مبرمج. أنا تنهضر بواحد بالهضرة ديال الناس المساكين اللي ما يقدروش يقولوها ناخذ الناس اللي في الجبال اللي واقفين العصا ما حنا ما نعتبرهمش هما المغاربه في المستشفى والناس الاخرين راه تيمشيو للصحه في المدن. لهذا خاص الاعتناء بالصحه ديال المواطن كما كان المواطن سواء كان عنده دخل او ما عندوش والاهتمام بالصحه مساله اساسيه. كاين بعض المبادرات ولكن كاين بعض في العموم يعني المسألة ما ماشي هل أنت تقول راه كلشي باين دروك هاد التجهيزات راه باغي كاين واحد الاختصاص كبير واش هاد الناس دورة سابقة وغنقولوا دروك ومدة حاجة ما غادير هاو التجهيزات راه ما كايناش الآن. و حتى الجناح اللي كانت تما ديال بلاد بلوطي ورابو بقاو مدة تما محلول. علاش؟ واحد الاحتمال صغير تدخل تدخل وكذلك الجناح ديال الولاده سيرو شوفكم شوفوا 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 هاي هي المرض في وسط ونمشي كونت واحد المجموعه ديال الظروف اللي ماشي هي الظروف الانسانيه. لهذا حنا تنهضرو بسميه المواطن اللي ما قدروش مساكين يهضروا هاد الهضره ودوك الناس اللي ما تيقدروش يصرحوا حنا غادي نصرحوا بها. كاين تما كاين واحد التعامل لا انساني بعض الاطباء كياخذوا الفلوس الرشوه باش يجيبوا العدد يديروا العمليه العباد الله اللي ما عندهم ما عندهم ما يديروا وشكرا.